السلام عليكم، معكم سبايدر، رجعت لكم بمقطع جديد عن فورتنايت. اليوم يا جماعه المقطع راح يكون ردة فعل على لقطات غريبه ومستحيله صارت مع لاعبين فورتنايت، واللي في منها راح نشوف حركه رهيبه باستخدام قنبله الشوك ويف. فما راح اطول عليكم يا جماعه، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل التنبيهات عشان توصلكم المقاطع الجديده اول باول، ولا تنسى اللايك، انزل تحت اضغط لايك اسطوره، خلينا نوصل هذا المقطع اكثر من 40,000 لايك. وبس ما راح اطول عليكم اكثر من هيك، خلونا نبدا. اوكي، من بدايتها في منطقه ليزي. حلو. واحد الله يجزيهم. وات؟ وات؟ مين شاله؟ ذاك. يسوي لك جيم جيم. لا تفنشني. يا حمار. يا غبي. شوف هذا اللاعب اللي نوك يعني اللي مات، في البداية حظه معفن من مين شاله، بعدين هيك صار حظه حلو، واللي كان عم يفنشه ويعمله جيم مات الكلب. شوف توقعت بيجيبها بالهارمون. حلو هي الحركة. وات جابها؟ يخرب بيت الحظ، كيف جابها بالهارمون؟ هي الحركة يا جماعة. هلو، طبعا نفس الطريقة اللي علمتكم عليها بالمقطع السابق، لكن بتحطوا هرم هيك رح ممكن يطيرك مسافة أبعد ورح تكون سهلة عليك. بتوقع بيطيرك حتى مسافة أبعد. حلو، بعتذر ما يعني ما علمتكم على هيك طريقة، بس كانت نفسها يعني طريقتي أصعب، بس هي أسهل وكمان ممكن توصلك مكان أبعد. بس حركة رهيبة يعني جد رهيبة. اسطورة. حلو اسطورة. بس لحد الآن عم نتكلم عن الحركة انك تحط الباونسر مع القنبلة، ف يعني جد جد رهيبة يعني. اوكي. نزل عن منطقة البوتات. هدول شو؟ هدول شو؟ هاد لاعب ولا بوت اللي قتله؟ يخرب بيتهم. اوكي. يا عمي اتركوا القرش، اتركوا القرش بحاله. طيرهم، تفضل. وات وات ليش الاثنين ماتوا؟ اذا القرش بيطيرك وبتنزل من القارب بتموت. اوكي هاد شكله عم بيسوي جلتش. جلتش تنزل تحت الارض انك تدخل على الرفت وبنفس اللحظه كمان انك تستخدم الرفت وبنفس اللحظه تدخل على هاي كره القش. خلاص نزل تحت الماب، مري وين صار. اوكي في منطقه سويتي. حلو، شكله في عندها مشكله بالنت. في صوت هليكوبتر، صوت هليكوبتر راح يطيره. حلو. لاحظ انا توقعت يجيبها بالبحر، قلت اوكي بيجيبها بالبحر وتصير لقطه هيك حلوه، بس ما توقعت يجيبها هون. لاحظ. اوكي كراش باد، كراش باد وقنبله البناء وطلعها فوق وشاله. حلو حلو. في واحد جوا صح؟ تحت الدرج. طب سيبها ضرب. شو؟ آخر شيء أعطاك مكان. المشكلة مو، المشكلة بالنوب اللي تحت الدرج. مو هذا هو السكن اللي بياخذ شكل السكن الثاني ولا لا؟ ما بعرف. لحدنا. وات؟ شفت الحظ؟ لا تضحك على اللاعب. ولا تقول عنه نوب. مري من وين اجت هالقنبلة؟ هجم على سكواد كامل بالسيارة والدنسونة والسلام عليكم. شوف الحظ طارت عليه شو اسمه السيارة. اوكي هذا استخدم بنزين، يلا فجرها. ها جنبك. وات؟ طلع بنزين عنده، صار عندها جلتش. انا يرمي بنزين وبيضل في بنزين مخفي. هذا من وين نزل؟ اوه 1 2 3 4 5 6 7 9 دروب ورا بعض، 9 دروب. هون شو اللي عم يصير؟ شو عم سووا؟ هو قاعد بالسيارة ونصف. كيف هيك؟ قاعد بالسيارة وفي بناء. Dude, his red hat, his red skin kind of matches like with the car. بس أعتقد فيك يسويها الواحد. أنا يضل بالسيارة بدل مكانه بعدها يبني فرح. لك اللي ضده عم بيدوروا عليه هو بالسيارة. أنا هلا انتبهت. What؟ فكرتهم أصدقاء، والله فكرتهم اللي معه هو بالسيارة. هاي شال الأول. هاي الثاني فاز. والله يا جماعة فكرت اللي معه اصدقائه، قلت ما في شيء غريب انه ممكن هاي الحركه فينا نسويها. طلع ضدهم. اوكي بتموت اذا بكسرها ولا لا؟
حلو بتوقع بيموت. ما معك رصاص. كفو. حلو. لا محت. وات؟ إذا بتنزل الطائرة ها هذه كراش باد بتضل ما بتفتح. هاي طائرة اللي بتكسرها. أوكي بنفس اللحظة. حتى ما كان عم بيصور رخل على الإعادة مشان يجيبها. ضلوا مع بعض كل الرقصات. كل الرقصات مع بعض. أوكي في شيء غريب. لا تقلي بينزلوا مرة ثانية. بيلاقوا بعض وبيسووا نفس الحركة. معقول يصير هيك؟ صح هو اجا مرة ثانية. اجا مرة ثانية. وات يا اما ستريم سنايب يا اما هو صح بس ما اتوقع. وات مرة ثانية بيسووا نفس الحركات. شوف الصداقة ها مرة ثانية بنفس الجيم رجعوا سووا نفس الحركة. لا الصدفة والحظ. يا عمي هدول هيك عم يلعبوا فورتنايت ايه رايقين ما في شيء وراهم. مو انا ماني داخل فوز. اوكي لقطة من ايام اللانشر. الو صاحبنا من شو صار ده؟ شو صار معه؟ خلاص كسر البي سي ومن البي اس 4 وبطل يلعب حذفها. خفت قلت رح اجيب هونوسكوب من الشجر. هات شو هذا بيعرف مكانه ولا حظ ولا شو؟ اوكي مسوي الجلتش القم. الله يرحمك. لحد الان لسه الجلتش. اليوم شفت واحد مسوي مر من جنبي في الهواء. سلام عليكم سلمنا عليه وضل ماجي. اوكي شو صار هون؟ سيارة فيراري مري لامبرجيني. انا بقى لها فيراري. اوه الحظ استخدم الكراش باد. هو عم ينزل طارت السيارة عليه والله يرحمه. شو الحظ؟ اوكي كأنه صار معه الجلتش صح ولا لا؟ ولا لا؟ اوه بيرموا عليه في البنزين وبيفجروهم. هاي الاول هاي الثاني. حلوة الحركة. البنزين اسطوري اذا كان عندك جلتش وحركات ودبلوا عليه على العالم. ليش ما عم يبني؟ ما معه بناء يا احوان. لا تدري بشيلك. في صوت سيارة بدها تدعسك. فجره وفجر ثاني وفجر من رمين. هل معه قدرة؟ يلا اضرب. شو عم تنتظر؟ وات شفت الفطر عملاق. كيف سواها هاي؟ ممكن بالصدفة او جلتش. هذا عم يدخل جوا الحجر. موجودين عم يكسرهم. ما بعرف. لا اوكي كيف ليه؟ ليش اثنين ماتوا؟ ما عم يساعدوهم. ما في زون. ولهون يا جماعه بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ان شاء الله هالمقطع يكون عجبكم. لا تنسى اللايك. انزل تحت اضغط لايك اسطوره واشترك اذا ما كنت مشترك وفعل التنبيهات عشان توصلك المقاطع الجديده اول باول. وبس كان معكم سبايرر من قناه سبايرر جيمر. بيس اوت. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in. I'm